اللهم ارحم فقيدنا، اللهم جاف الارض عن جنبي، اللهم اجعل قبره نورا، اللهم افسح له في قبره مد بصر، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا يا الهي فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا ربنا اجعل ليلته هذه خير ليالي، اللهم شفع فيه القرآن والصيام وسيد الأنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Oh!
وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما والذين هم محسنون بسم Dude.
واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم ولا تقف في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا والذين هم محسنون بسم الله
إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى
وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل. آيات بينات من الذكر الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية، الشيخ عبد الله السجاء، القارئ والمقيم بزاوية حمور مركز ومدينة الدلجات. أما الصوت والضوء والإنارة الكهربائية ركبت تحت إدارة المعلم محمد مصطفى هلال المقيم بهذه البلدة، وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكور.